لم تحمل تصريحات وزير الداخلية في حكومة صغيرات فتح باشا أغا أي مؤشرات جدية عما تدعيه برغبتها في إنهاء الأزمة السياسية والصراع المتواصل في ليبيا، في ظل رفضها للتعاطي مع جميع المبادرات الدولية والعربية لحل النزاع، وآخرها المبادرة المصرية المعلن عنها بإعلان القاهرة في مقابل تماديها في خرق الاتفاقات الدولية. وبدأ باشا أغا المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية يتحدث بمنطق تغيب عنه الواقعية في تقديره لتطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا. إعادة تمركز وحدات الجيش الوطني ودخول ميليشيات حكومة السراج والمرتزقة السوريين بإسناد ودعم عسكري من تركيا في وقت بدأت فيه الانشقاقات تنخر صفوف الميليشيات والمرتزقة. وفي هذا الصدد قال باشا أغا متحدثا عن الميليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس إن إهمال المقاتلين سيؤدي إلى استمرار الفوضى ويقوض من قدرات الدولة لأداء واجباتها، لم يعد ثم مجال للفوضى والمزايدات، وتمر الميليشيات التي تدعمها وتمولها أنقرة بحالة تخبط وارتباك في الوقت الذي يواصل فيه النظام التركي بنقل المرتزقة إلى ليبيا لمساندة حكومة سراج. وتؤكد العديد من التقارير وجود حالة من الاحتقان والتوتر التي تسود عناصر الميليشيات التابعة للسراج بشأن حجم المرتبات التي يتقاضاها المرتزقة، في وقت فضل قسم آخر منهم عدم مواصلة القتال حيث سلم أغلب المرتزقة سلاحهم وهم بانتظار تسفيرهم إلى بلادهم. وكان الجيش الوطني قد كشف بالأدلة عن مسار نقل تركيا للمرتزقة من سوريا عبر تركيا إلى ليبيا ومقدار ما تتقاضاه تلك الميليشيات، ويشعر المرتزقة السوريون بخيبة أمل كبيرة على خلفية عدم التزام النظام التركي بتعهداته المالية لقاء دعمهم لميليشيات سراج في مواجهة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر. وتكبد المرتزقة السوريون في الفترة الأخيرة خسائر كبيرة في الأرواح خلال العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس، مما عمق مشاعر الإحباط والخوف لديهم. لقناة ليبيا الحدث، أبو بكر يحيى.